تفضل. سأعتقد الأمل من مشيئك. كما علمتني يا شيخي، يجب على الرجل أن يحترم كلمته. أكاد لا أصدق أن لحظة الوداع قد اقتربت بعد رحيلنا، ولكنها مشيئة الله. هل بتجهز للرحيل يا والدي؟ نعم. المسألة العملية جاهزة؟ إن شاء الله. وستفتخر بي، وسيتوج عملنا بشكل لم يسبق له مثيل بعد جهودنا الجبارة. اسمك سيخلد أبدا. لا داعي لأن تمدحني يا ولدي، لا داعي. قل لي، أما زلت تذكر الدرس الأول الذي علمتك إياه؟ أجل، حكاية السيف. ومن هو السيف يا ولدي؟ أنا. وما هو عمل السيف؟ نشر الخير وإعلاء كلمة الله. سيف بدون يد تقبض عليه لا خير فيه، وأنت الآن السيف